هلا انت لازم تنسى، خلاص غير حالك. شو القصة جدي؟ ليش واقف بطريقي؟ لأنك غلطت بحق أخوك الصغير كتير، ما عم بقدر أتخيل هالشي. عن جد شي غريب، بالأول أبو أمي وهلأ أخو القدوة الكبير رح يصير عدوه. ليش أنا شو عملت؟ عم تقول شو عملت؟ وعامل حالك إنك مو عارفان شو عامل، ما هيك؟ إيه أنا مبسوط كتير هلأ لأنه رديت على موبايلك وعرفت كل تصرفاتك الحقيرة اللي عم تعملها من ورا ظهرنا. ليش يا جدي شو صاير؟ رح خبرك، أنا رح أقلك كل شي. هاد يلي واقف قدامك أخوك اللي عم تعامله باحترام، تعرف شو عامل؟ حضرته متآمر مع ستة لجوري وعاطيه مصاري، طلب منا تاخد جوري على بومباي من هاريدوار، ومن مومباي هي رح تاخدها على دبي وبسرعة. هالشي سمعته هلأ على هذا الموبايل، هي اتصلت براجي. هذا التليفون مو لراجي، اللي مو لراجي. عم فكر لو ما كنت أخي الكبير شو كان من الممكن أني ساوي فيك. لا وجوري شو كانت تقلي؟ أخوك راجي بيهتم فيك كتير يا أنور، هو بده إياك تروح على المكتب وبده تشتغل وتنجح بالحياة. كانت غلطانة كتير، وجهك الحقيقي انفضح وهلأ لشفته منيح. بجوز ما كنت عارفان انه جوري بتعني لي كتير، بس هذا الشي ما بيعني انك تحاول تعمل مشكلة بينه وبيني ابدا. ما حدا رح يقدر يبعد مرتي جوري عني، وانا هلأ رح رجعها. مفهوم؟ أنور، جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.